نحن الآن في ملعب سبارتاك في موسكو، حيث ستجري مباراة تشيلي أستراليا ضمن بطولة كأس القارات، وآرتي سوف تتيح لكم الفرصة لمشاهدتها على هذه المدرجات. يوم الاثنين المقبل 29 من أيار مايو سنكون لايف عبر فيسبوك وتويتر لاختيار الفائز ببطاقتين لمشاهدة هذه المباراة، إضافة إلى تذكرتي السفر. كونوا معنا عند الساعة 6:30 بتوقيت موسكو و3:30 بتوقيت غرينتش. وبناء على رغبة متابعين RT ألغت شرط السن أمام المشاركين، إن لم تسجلوا فالفرصة ما زالت سانحة أمامكم حتى موعد إعلان النتائج. زوروا موقعنا arabic.rt.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من التفاصيل وللمشاركة.